لاباس عليكم، نتمنى تكونوا لاباس. سابقا كنا حضرنا واحد العجينه ديال السيراميك، وهذيك العجينه غادي نديروا بها بزاف حوايج، لي طابلو، لي بلاطو، لي فيغ ديال العرايسات. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لا فلور لا باز، ومن بعد ان شاء الله غادي نديروا لا فاي. اليوم ان شاء الله غادي نديروا لا فلور. ها هي لا فلور، غادي بسم الله نبداو. غادي نبداو بهذا، هذا السلك ديالها كيكون، وكنبداو بهذه الكوره ونحطها نلصقوها وعلى بركه الله. بالنسبه للسلك كاين زوج، كاين الفضي وكاين هذا اللون، كيتباع عند المواد اللي كيبيع المواد ديال السيراميك فروات. قبل ما نبداو غادي نغمسوه في لاكول، كول ديال الخشب، وغادي نديرو واحد الكويره. ها هي كويره صغار تكبر على حسب الحجم ديال الورده اللي باغيين. ها هي ونتركوه واحد الليله ينشف عاد نطرقو لا فلور باش نخدموها. ها هي من بعد ما نشفت بيتها ليله معانا، هيا قاصحه. دابا غادي نطرقو لا فلور، فيها الكبيره الصغيره. بسم الله على بركه الله. العجينه شويه نسخنوها ما بين يدينا، كتكون في الميكا في البلاستيك في الفريجيدان. بسم الله.